بسم الله الرحمن الرحيم. بيان شباب الجارش وجورجيا وبن عاشور وغطش عال. نترحم على أرواح الشهداء نحيي أبطال ليبيا. أولا ندعو المجلس الوطني الانتقالي دعم كلي وغير مشروط. على ما جاء من أنباء على أن سيف العرب أنه اغتيل فإننا نفند هذه المعلومة ونؤكد على كذب وسائل الإعلام الليبية وذلك لوجود شهادة أعيان تم التأكد منهم. ثانيا هناك محاولة رخيصة لجمع الدعم لنظام القذافي وذلك بإجبار أهالي طرابلس على التوقيع والبصم على استبيان منذ 10 أيام بالترهيب والتخويف يشمل الآتي: الاعتراف بمعامل القذافي كقائد وحيد لليبيا، عدم الاعتراف بمجلس الوطن الانتقالي، رفض هجمات التحالف الدولي على نظام القذافي. وندعو الاهالي بعدم الخوف ورفض هذا الاستبيان وعدم التوقيع عليه. ثالثا الكتائب الموجوده في طرابلس ليست من اهل طرابلس حتى يزيد الضغط على الاهالي، ولكن ولله الحمد هناك تنظيمات داخل الكتائب وخارجها تعمل في الخفاء وتنظم العمل البطولي وطني يقلب نظام القذافي في طرابلس. رابعا ان اهالي طرابلس احدروا مكر وكذب النظام عندما يدفع بابنائكم الى الهلاك وذلك بوضعهم في الجبهه لقتال اخوانهم بستار مسيرات لم الشمل او تنظيم بوابات تفتيش، ولكن عند رفضهم قتال اخوانهم يعذبوا من قبل المرتزقه. اما عن المرتزقه فان نظام القذافي لا يزال يجلبهم من مخيمات اللاجئين في تونس بعد اقناعهم بالمال وتحت غطاء العماله حتى لا يعرف اخواننا في تونس. نطالب بالمجتمع الدولي بتسليح الثوار واستهداف راس النظام القذافي لانه شرط اساسي لحمايه المدنيين. يا كل شباب ليبيا دم اخواننا دم غالي فعلينا فعل كل ما نستطيع. تاريخ 1/5/2011 من داخل مدينة طرابلس وهذا تأكيد على هذا الكلام.